الجزائريه، وكان وصل بيها بمجهود فردي شق طريقه ودخل منطقه جزاء عمرو زعفان واحمد حاتم. تاني ملعوبه من عند جلال لمحمد رضا على شماله، يظبطها يلعبها، انما عمرو عادل طوع الكوره تترد تاني الى محمد اشرف، عرضيه خطيره، الجون التاني، جول احمد سيد غريب يعوض الكره اللي جت في القايم، وتتعمل له عرضيه بلسم عن طريق محمد اشرف. ثنائيه اهلاويه في 25 دقيقه، ادي بدايه الهجمه وبدايه اللعبه، عملها برجله الشمال محمد رضا، يطلعها الحارس على جنب علي عادل لغايه ما توصل للناحيه العكسيه لمحمد اشرف اللي بيشيل عرضيه مفيش احلى من كده، وبدماغه مستنيها على القايم البعيد احمد سيد غريب عشان يسجل اول اهدافه في الموسم الحالي وتاني اهداف النادي الاهلي في مواجهه اليوم. 2-0. علي عمرو بدا التسجيل في الدقيقه 18، ثم احمد غريب في الدقيقه 26 تقريبا، هدفين للنادي الاهلي. نتيجة منطقية لعملية السيطرة، عملية الاستحواذ الكامل في منطقة وسط الملعب، انسحاب إجباري لتشكيلة الشرقية للدخان بداية من محمد أنور وعبد الله عيد وحسن يحيى الثلاثي الأمامي اللي كانوا بيبدأوا مرحلة دفاعية في وسط ملعبهم، إنما ما جابتش نتيجة مع